حبايبي وحبايب السكولة في كل مكان، اهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هناخد lesson 4, 5 and 6 وبكده يكون unit 4 خلص. lesson 4 عبارة عن ايه؟ the sound of letter D. sound of letter D A D D D D D D dog D D dog D D daddy d d daddy d d doll d d doll d d duck d d duck. نقول تاني؟ يبقى the sound of letter D ها شطار. d d d d repeat after me ها d d dog d d dog d d doll d d doll d d duck d d duck d d daddy d d daddy. طيب تيجي نلعب. What is the sound of letter D ها ها لا أعلى كمان ها شطار. د د د د What is the beginning sound? Dog. Excellent. د What is the beginning sound? ها daddy. د Good job. ها What is the beginning sound? ها duck. د Excellent. يبقى نقول آخر مرة ها the sound of letter D d d d d d d daddy d d daddy d d dog d d dog d d doll d d doll d d duck d d duck. ومعانا lesson 5. بس زي ما احنا متعودين قبل ما ندخل في lesson 5 هنعمل ايه؟ هنعمل revision على lesson اللي قبله ها. خلنا the sound of letter excellent لان الولاد شطار خالص والبنات ايه الحلاوة دي ها. د د د د the sound of letter D is ها د د د ها د د dog د د dog د د doll د د doll د د daddy د د daddy د د duck د د duck. lesson 5 story time. وقت دينا جت وهي في البيت فدخلت قالت ايه hello grandpa hello grandma mommy daddy can I help you. اهلا يا جدو اهلا يا تيتا ماما وبابا ممكن اساعدكم. راح دادي قال لها no thank you Dina شكرا يا دينا. دينا راحت بتكلم البيزي بي وبتقول لها بيزي بي where is Adam. بيزي بي ادم فين؟ راحت البيزي بي قالت لها come with me تعالي معايا. ادم واقف معاه الشوك والمعالق ومش عارف يحطهم ازاي. دينا والبيزي بي دخلوا عليه. راحت دينا بتقول له can I help you ادم ممكن اساعدك يا ادم. راح ادم قال لها yes please دينا يا ريت يا دينا. راحت دينا اخدت منه الشوك والمعالق ورصتهم بسرعه حوالين الاطباق على السفره. وبعد ما خلصت راح ادم قال لها thank you دينا شكرا يا دينا. ومكملين في lesson 5. دلوقتي احنا عندنا فوق هنا بصوا كده في صوره بابي صغير. بابي يعني ايه؟ كلب لسه مولود صغنطوط. طيب
البابي ده لما يكبر هيبقى ايه؟ هيبقى دوج. طيب بصوا كده في الصورة اللي بعدها عندنا صورة مين؟ صورة داكلينج. يعني ايه داكلينج؟ بطة صغنطوطة لسه مولودة. طيب البطة الصغنطوطة دي لما تكبر هتبقى ايه؟ هتبقى داك. هتبقى ايه؟ هتبقى داك. طيب الصورة اللي بعدها عبارة عن ايه؟ سيدز. يعني ايه سيدز؟ البذور اللي احنا بنزرعها فبعد كده تطلع يا اما اشجار يا اما زهور. طيب السيدز الحاجات الصغنطاطة دي لما احنا نيجي نزرعها في الارض هتطلع بعد كده ايه؟ شجرة كبيرة. طيب بصوا الصورة الاخرانية دي، ها صورة ايه؟ بيبيز انطط. طيب البيبي جيرل دي لما تكبر هتبقى ايه؟ هتبقى بنوتة كبيرة وبعد كده تبقى مامي. طيب اللي نفهمه ايه؟ ان اي حاجة صغنططة بعد كده بتبقى تكبر. يعني البابي الصغير بيبقى ايه؟ بعد كده بيبقى دوج. طيب الداكلينج الصغنططة لما تكبر بعد كده هتبقى ايه؟ هتبقى داك. طيب السيدز لما احنا نزرعها لما تكبر هتبقى ايه؟ هتبقى شجرة. البيبي جيرل الصغنططة دي لما بعد كده تكبر هتبقى ايه؟ هتبقى بنوتة وبعد كده تبقى مامي. وان الدوج من نفس الفاميلي للبابي، والداكلينج نفس الفاميلي للداك، والسيدز تبقى تري، والبيبي جيرل تكبر وتبقى بنوتة وبعد كده تبقى ايه؟ تبقى مامي. ومعانا لسون 6. لسون 6 حاجة بسيطة خالص، احنا عندنا دلوقتي هنجيب ورقة بيضة حلوة كده هنرسم فيها زي شجر زي ما انتوا شايفين هنا كده، هنلونها باللون البني براون خلاص، وهنجيب ايد البنوتة او الولد الصغير في الوان بتبقى سايلة كده، وطبق صغنطط ونحط حبة لون وبايده ياخد ايده كده ويطبع على فروع الشجرة خلاص، طبع بايده زي ما باينه في الصورة كده. طيب سيبها تنشف، نشفت نجيب صور الفاميلي، نجيب صورة الجراندبا، جراندما، برادر، سيستر، دادي، مامي، ونلزقها تبقى تذكار حلو جدا. من وبكده نكون خلصنا lesson 4, 5 and 6. نراجع: مامي مامي، دادي دادي، برادر برادر، سيستر سيستر، جراندبا جراندبا، جراندما جراندما. وخدنا let's help، يكون عندنا وقت نساعد بابي ومامي في البيت عشان نكون شطار. وخلنا the sound of letter D، ها شطار، د د د د د دادي د د دادي، د د دول د د دول، د د دوك د د دوك، د د دوغ د د دوغ. اتمنى تكونوا استمتعتوا بوقتكم معانا، واتمنى تكون الحلقات اللي فاتت كلها عجبتكم. ما تنسوش اي استفسار كومنت بيلو وانا هرد عليكم. لايك شير اند سبسكرايب، سي يو سون، باي.